انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل للدكتور مدثر أحمد وهو يسبح متحديا المخاطر والفيضانات والمياه التي غمرت مدينة توكر شرق السودان من أجل الوصول إلى مرضاه ومساعدتهم. طبعا قبل مزاولة مهنة الطب عادة ما يدلي الأطباء بقسم طبي يتضمن جوانب عدة وله نسخ مختلفة، لكنها جميعا تتضمن بشكل أو بآخر التعهد بخدمة الإنسانية وأن تكون رعاية المرضى أولوية. ولكن مشاهدينا، أين تكمن حدود واجب العلاج؟ بالنسبة للطبيب السوداني مدثر أحمد، يبدو أن لا حدود لما هو مستعد لفعله في سبيل إنقاذ مرضاه ورعايتهم. تواصلنا مع الدكتور مدثر الذي قال لنا إنه تفاجأ بتصوير الفيديو وانتشاره على مواقع التواصل، وسألناه عن ملابسات ذلك اليوم وكيف تصرف في ظل الفيضانات. الحقيقة بالنسبة لموضوع الفيديو اللي اتنشر اصلا ما اتصور، وانا كنت عايد من المستشفى للميس لاستدعاء دكتور سعد محمد احمد اختصاص النساء والتوليد لوجود حالة طارئة بقسم النساء والتوليد لاجراء عملية قيصرية مستعجلة. حاليا حتى الان احنا اليوم الخامس من جراء السيول، ولكن ما زلنا حتى الان نخوص المياه رغم انخفاض منسوب المياه، ولكن حتى الان نخوص مياه تصل منطقة الصدر للوصول إلى المستشفى لأداء واجبها، سواء كان الموضوع اليوم أو سواء كان استدعاء أي حالة طوارئ أو لمعاينة المرضى. سألنا الدكتور مدثر أيضا كيف تأثر القطاع الصحي في توكر بالفيضانات، وعن وصف رواد مواقع التواصل لما قام به بالبطولي. كل وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة اللي فيه قد تسبسب في الشبكة، ولكن أفتكر إنه ده حاجة جميلة جدا، وأفتكر إنه أنا كنت بقوم بمهام طبيعية، وأفتكر إنه أي إنسان أو طبيب أو كادر طبي إذا اتخذت في نفس الموقف حيقوم بنفس الدور وأكثر. يعني كانت المستشفى قبل السجود تعمل بنسبة 100% من كل الكوادر الطبية وتقدم الخدمة بنسبة 100%، أما الآن بتقدم الخدمة بنسبة 100% ولكن بقوة كوادر أقل 40%، نتيجة لأنه معظم الكوادر الطبية العامة المستشفى حصل لها تأثير توتاليا بهذه الفيضانات. رغم نجاة توكر حتى اللحظة من دائرة العنف والقتال المستمرة منذ أكثر من 500 يوم في السودان، فإن الفيضانات جلبت إليها المعاناة بعدما انهار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر التي تتبعها المدينة، مما خلف خسائر في الأرواح وتضررت 70 قرية في المناطق المحيطة، دمر منها 20. وتعود أهمية سد أربعات إلى تخزين مياه الأمطار الموسمية، وهو الخزان الذي تعتمد عليه بورت سودان في إمدادها بالمياه. المشاهد في توكر لم تختلف كثيرا عن مدن شمال السودان التي هطلت عليها أمطار غير مسبوقة مسببة فيضانات وتاركة السكان ما بين أشخاص انهارت منازلهم وآخرين يحاولون بناء مأوى لأسرهم أو النجاة بحياتهم. وتأتي كارثة الفيضانات على السودانيين في ظل ظروف متردية بالفعل بسبب القتال الدائر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وقد حصدت تلك الحرب أرواح الآلاف ودفعت عشرات الملايين من السودانيين إلى النزوح داخل البلاد وخارجها، في وقت يواجه فيه الطرفان المتحاربان اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين وإعاقة وصول المساعدات، مما يعمق المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان.